طب انا عايزه اقول لك حاجه، ارجع كده في كرسي، عيش دور حماده شويه. معلش يا حماده كان مكسور وغلبان، وبص كده على الشاشه معايا. صباح الرزق. انا عين. صباح الفل يا جعفر. اخبار تحصيل الاسبوع ده ايه؟ هقفل النهارده واخر اليوم هعرفك. طب الوايم كده ايه، زي الاسبوع اللي فات ولا احسن؟ هقفل وهطمنك يا جعفر، ما تقلقش، خير باذن الله. خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قصدك كلمتين يا معلم جعفر. ها؟ أكيد أنت عرفت إن شوقي خارج قريب. وأعرف منين؟ نزلوها صفحة أولى في الأهرام. شوقي لما يخرج أكيد هيبقى شايل من اللي حصل زمان. وممكن لما يخرج يحصل مشاكل. مشاكل؟ مشاكل مع مين؟ أنت فاهمني كويس أوي يا معلم جعفر، وكفاية اللي حصل أوي زمان. أنا جاي لك ومدد إيدي علشان نتصالح. مشاكل ونتصالح. ترفع مطلع أغنية. طب أشاهدك أنت يا نعيم. شاهدنا على ايه؟ انا لو شاهدت ابقى في صفه حتى لو في البطل. صلى على النبي واسمع الكلمتين دول يا حماده، عشان فيهم ولا مؤاخذه الشفا وحياه دلال بنتك اللي انت عارف معزتها عندي قد ايه. خروج ابنك شوقي من السجن زي وجوده فيه بالظبط، في الحالتين ولا يفرق معايا. اخره ايه؟ زي كاري يقعد يحاسبن عليا ليل ونهار ويشكي للي رايح واللي جاي. اه صحيح، بمناسبة الواد كان سيرته جت في الكلام. الواد بقى عصبي أول يومين دول يا حمادة، يبقى حلله سكر. هو فعلا بقى عصبي جدا، عندك حق يا معلم جعفر، صحيح ما تحلله سكر. الحاجة التانية، ازاي يا حمادة قلبك جابك تجي لحد قدامي هنا تطلب الصلح، وأنت عارف وأنا عارف إن أنتوا اللي مأجرين بلال شام عشان يعمل اللي عمله. قلت لك بدل المرة ألف إن إحنا مالناش دعوة بالموضوع ده. ولو أنت متأكد إن إحنا اللي عملنا كده ما كنت سكت علينا السنين دي كلها يا معلم جعفر. فكر في اللي قلته لك مرة ثانية، إن شوقي مش زي كارم. زي أنت كده مش زي سيد. وبالمناسبة أنا جيت لك هنا عشان مش عايزين يبقى في دم تاني. ما هو لو في دم أصلاً عمرك ما تيجي تقف الوقفة دي يا حمادة فتح الله. حماده قول الراجل بتاع اليوفا تحت كلمه مجوهرات حماده فتح الله يكتب لك بالمذهب. سبحان من خلق الذهب غالي واللي بيبيعه رخيص. حلو، هتشد الناس وبيع حلو. حماده بقول برضو الراجل بتاع اليوفا بنفس المذهب يحط تحت رخيص خط للتاكيد. أو يحط رخيص بين قوسين. حمادة ارجع يا حمادة. بس هنا كمان الشخصية غريبة جدا، أنت كنت طالع منمق دايما، لابس بدل مظبط، يعني وكأن الشخصية منمقة من الخارج بس ضايعة من جوه. أه طبعا، هو التاجر ده لازم يبقى شيك باستمرار، إنما داخله مفيش. محطم. أولا هو نتيجة انه شاف ولاده الثلاثة قدام عينه خلاص لما كبروا، هو الاثنين الولاد هو اتصدم في بنته في الآخر، انما الأم اللي ربت وزرعت فيهم هذا الشر هو شافه وبقى بيحاول كتير قوي انه يفهمهم ده، انما هم مش مستوعبين. خلاص الدنيا راحت يعني. الدنيا راحت وفاتحين صدرهم وفاهمين ان هم أبطال العالم في التايكوندو والكاراتيه وهيضربوا سيدة زينب. فوجئوا بان شخص بيضربهم، مراته بالشبشب بتضربهم. طب فاضل ايه؟ اتكسروا يعني، وكانهم جميعا اتكسروا، حتى الاب والام مش اسوياء خلاص. لا يعني طبعا خلاص.